السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلني سؤال فيما يتعلق بمدح العمل. إخواني، من يمدح عمله فقد أحبط، ومن يذم عمل الناس ويقارن عملهم بعمله فهذا مريض. كل ميسر لما خلق له. والقصيدة المشهورة في التاريخ عن عبد الله بن المبارك يستهزئ بها بعبادة الفضيل ابن عياض، هذه القصيدة أولا مشكوك في صحة نسبتها لعبد الله بن المبارك، التي مطلعها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. هذه القصيدة فيها سندها لابن المبارك واهن وضعيف، ذكرها ابن عساكر في كتابه. ابن المبارك لا يمكن أن يصف العبادة في الحرمين بأنها لعب، ولا يمكن أن يمدح نفسه بأنه هو الذي يخدم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز الاستشهاد بهذه القصيدة في ذم عمل الآخرين والتفاخر بعمل الذات. فابن المبارك إنسان زاهد، ولا يمكن أن يتفاخر بنفسه أمام ابن الفضيل ابن عياض وعبادته لله سبحانه وتعالى. وهذا مشهور بزهده وطاعته، وهذا مشهور أيضا علمه وتبرعه. الخلاصة، كل إنسان يبحث عن قبول العمل أولا قبل أن يركز على العمل، وهذه وصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقول: كونوا لقبول الأعمال أحرص من الأعمال ذاتها. الإنسان لا يعلم، لا يدري هل قبل لم يقبل، هذا الذي يجب أن نركز عليه. أما أن نقول أنا والله أفضل وأنا خير وأنا أقوم بعمل له ميزان أثقل وهذا أنفع، وهذا كل كلام مرض في النفوس، وبالتالي لابد أن ندفنه في التراب. كل إنسان ينشغل بنفسه ولا ينشغل بغيره. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.